أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. حلقتنا لليوم أكيد بتحمل معها أخبار جديدة، وفي عنا موضوع كتير 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 مهم لحلقتنا لليوم، ورح ينضم معنا ضيف ليحكي عن هذا الموضوع أكثر تقريبا في منتصف الحلقة إن شاء الله. لكن بداية الحلقة رح أحكي لكم عن موضوع حلقتنا لليوم وندردش عنه شوي، بعدين رح نروح بجولة سريعة لأخبار منوعة من حول العالم، وبعدين أكيد نستضيف ضيفنا العزيز. اليوم عنوان حلقتنا هو احترام المعلم في المدارس. اليوم مش يوم المعلم، ونحن مش بحاجة ليوم للمعلم لحتى نحكي عن دور المعلم في المدارس واحترام المعلم في المدارس. وليش أنا اليوم بالذات حبيت أحكي عن هذا الموضوع؟ كتير عم بشوف على الفيسبوك، يعني هي هيك صدفة إنه طالب يعتدي على المعلم، طالب مش عارف شو بيعمل بالمعلم، طالب بيضرب المعلم والمعلم بيضربه، مش عارف مين بيشكي على مين، طالب بيعمل هيك هيك في المعلم. كتير عم تنتشر هاي القصص، والعكس صحيح، يعني العنف من الجهتين. يعني أنا ما بدي كمان إنه كتير أوقف مع المعلمين، لكن كمان الطلاب مش قلال. نحن بزمن من صف معين لصف تاني، مش صف تاني يعني، لا من صف لصف، أو خلينا نقول من صف معين للسادس إعدادي، بتقولوا له أنتوا توجيه مش هيك؟ أوكي، لهذا الصف الشباب، يعني بدي احكي مثلا خلينا نقول عن الصبيان، اول شيء ببلشوا يكبروا بفوتوا بمرحله المراهقه، بصير معنتر، ما حدا بعينه كبير، ما بيحترم حدا، كلمته بده يفرض شخصيته بالصف، بده يعمل شله بالصف، اذا بيلتم على شله اصحاب سوء بيدمروه تماما. المعلم لما بيشوف طالب شاطر ومؤدب وبيعرف مين اهله، وبعدين بينتبه على هذا الطالب بيروح بيلتم على شلة، هالشلة بتخربه، بيزعل، بغض النظر الطالب بيقرب له مش بيقرب له، بيعرفه من قريب من بعيد، بس هو ابنه، لأنه هو عم بيربي هذا الجيل، فهو المعلم شيء طبيعي يعتبر أنه هذا الطالب ابنه. لما بيشوف هالطالب اللي كان شاطر وطول الوقت علاماته عالية راح يلتم على شلة رفاق سوء وخربوه، صارت علاماته عم تنزل، شيء طبيعي هالمعلم بده يزعل كتير على هالطالب. كيف المعلم بهذا الوقت؟ هلأ نحن لو بدنا نحكي عن الوقت الحاضر ووقت الطيبين، زمان الطيبين كان في اختلاف كتير، كان احترام المعلم واجب، وكأنه احترامه من احترام الأب، والخوف من المعلم مثل الخوف من الأب. كيف اختلف التعامل مع المعلم في الصف زمان وهلأ؟ برضو هذا رح نحكي فيه بحلقتنا لليوم. خليكم معنا مشاهدينا. معي أول اتصال، مين؟ اهلا وسهلا فيك استاذ ياس، يعني مشاركه وبدايه جميله جدا كونه حضرتك معلم وخرجت اجيال، تفضل. كيف الصحه والاحوال؟ اهلا وسهلا فيك استاذ ياس. حضرتك كنت معلم ولا كنت بالاداره؟ كنت 13 سنه معلم و30 سنه بالاداره مدير مدرسه الامر. حلو حلو، اهلا وسهلا فيك. شو رايك؟ شو رايك بعنوان، شو رأيك بعنوان حلقتنا لليوم؟ موضوع اليوم موضوع قيم جدا، وكمان امبارح حاولت اتصل بكم لكن صراحة ما قدرت اتصل لسوء الاتصالات على موضوع العرض الحاجي، والعرض الحاجي وكاتب العرائض، والان اكون صحيح في العراق. سؤالنا لامبارح. نعم. فيما يخص موضوع اليوم، لأنه هو هذا أصل مهمتي أني، وأريد أتكلم عن حقيقة أجل. المعلم إلى دور كبير، نعم، في تربية الأبناء، في تربية الأطفال، والتلميذ في المدرسة الإسلامية يسمى تلميذ، في المتوسطة ومن بعدها يسمى طالب، أي طالب وعلم. نحن في المدرسة نربي ونعلم، ولذلك ترون بأن شخصية التلميذ المدرسة الابتدائية تتأثر المعلم أكثر من المدرس، لأن عوامل التربية وأمور التربية تربها للتلاميذ في المدرسة جعلتهم يقتبسون أشياء كثيرة من تصرفات المعلم. نعم. الجيدة. طيب. والمربي مع الأسف الشديد في هذا الزمان، يعني أنا أسمع عن المدرسة اللي كنت مدير فيها تبعد عني 200 متر. يعني اسمع ظواهر الاداره والابناء المنطقه يقولون يعني مدرستك كانت نموذجيه، لكن نعم. الان يعني هم فيها جيدين جدا. حلو. بس طيب.
صديقنا استاذ ياس، بس يعني بدي اسالك سؤال اذا بتجاوبني عليه سريعا رجاء. كيف نحن ممكن نطرح طريقه معينه او نستخدم طريقه معينه وسيله لحتى نقدر نسيطر على الطلاب ونفرض احترام المعلم والهيئه التدريسيه والاداريه على الطلاب؟ اجاوبك ست ميسون. تفضل. اجاوبك. تفضل. زبطها. تفضل انت. ألو. على الهواء. انت معاي؟ معك. تفضل انت على الهواء. ايه. اوكي. اسمح لي اعطيني مجال لنتكلم. الموضوع انه المعلم يجب ان يحترم، وهو يفرض احترامه على التلاميذ. اولا فترة الدرس يشغلها كلها بالتدريس وليس بإضاعة الوقت. اثنين يحسن طريقة التدريس وإلقاء المحاضرة ويوصل المعلومة إلى التلميذ بسلاسة. ثلاثة يحضر الدرس حتى لا يحج أمام التلاميذ. أربعة أن يكون أبا لهم. حلو. يشعرهم بالأبوة. نعم. حتى يحترموا أكثر يحبوا أكثر. نعم. وكوني على قناعة أن التلميذ إذا حب المعلم حب درسه، وإذا حب المدرسة صحيح نجح في المدرسة 100%. هذا الموضوع هو حقيقة الموضوع طويل. نعم. شكرا شرح موفق جدا ورائع ومداخلة جميلة جدا. شكرا كثير لك صديقنا استاذ ياس. نعم دائما نحن بنقولها، امتى ما الطالب حب المعلم بحب الدرس وبحب الحصة وبحب اكيد المادة. شكرا كثير لك يا أستاذنا ياس. شو يعني على مر الزمان كيف كان تعريف العلم أو المعلم؟ خلينا نحكي شوي إنه احترام المعلم ببلش من السلام، التلطف في مناداته، عدم الرفع الصوت عليه، الإنصات إليه لما بيحكي. بتلاقي المعلم بيحكي مع الطالب والطالب هيك بتصرف تصرفات مولدنة إنه يلا خلصني، شو في عندك، احترمه، اسمع شو في عنده. الأستاذ حاله حالك، ما عنده وقت لحتى يضيعه إنه بس بده يفتح معك نقاش. لما هو بيفتح معك نقاش بيعطيك نصائح، هو عم بيضيع من وقته لحتى يفيدك أنت كطالب. استغلها قد ما فيك. نحن يا ريت لو بيرجع فينا الزمن لورا كنا سمعنا لكل النصائح اللي كانت تنحكى لنا من المعلمين، فانتوا تعلموا منا ولا تغلطوا نفس الغلط. اتصال ثاني. الو، اهلا يا ام احمد. ام محمد، اهلا وسهلا فيك ام محمد. مساء الخير حياتي. يا اهلا فيك، شو اخبارك؟ طبعا موضوع الحلقه اليوم كلش موضوع جيد، وثاني شيء بنصوحة وانتباه من الطرفين. نعم. موضوع الطالب والمعلم، أول شيء تتبع تربية الأهل. وبعدين تتبع يعني هما أسلوب المعلم مع الطالب. المعلم أو المعلمة يعني بأسلوبها الخاص يدخل الطالب بأخلاقه تكون جيدة، ونصوحتها تخلي الطالب يعني يتصرف تصرفات تليق مكانه بالمدرسه برا، والاهل هم لهم تاثير على الطالب. طبعا اكيد مثل ما يعني حكينا هم اول شيء الاهل. نعم. الاهل اذا مدرسه بالبيت هو مدرسه. صحيح. اذا كانت بيتهم تربيه صحيحه. نعم. وتصرفات صحيحه. نعم. هذا الولد راح ينشأ الى شيء صحيح. نعم حبيبتي ام محمد، شكرا يعطيك الف عافيه. مثل ما نحن دائما بنقول اول الدروس الانسان بيتلقاها من بيته، بعدين بينتقل للمراحل الثانيه. قال ابو معاويه الضرير: استدعاني الرشيد اليه ليسمع مني الحديث، فما ذكرت عنده حديثا الا قال صلى الله وسلم على سيدي، واذا سمع فيه موعظه بكى حتى يبل الثرى. واكلت عنده يوما، ثم قمت لاغسل يدي فصب الماء علي وأنا لا أراه، ثم قال: يا أبا معاوية، أتدري من يصب عليك الماء؟ فقلت: لا. قال: يصب عليك أمير المؤمنين.
قال أبو معاوية: فدعوت له فقال: إنما أردت تعظيم العلم. لكان مشاهدينا دائما نحن هاي الجملة حافظينها لكن ما بنعرف شو محتواها. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. كثير اشي حكيناها هلا انا عم بدي اجلها ليكون من ضمن الحوار بيني وبين الاستاذ عماد ابو حميد اللي راح ينضم معنا ان شاء الله خلال حلقتنا اللي راح لنحكي اكثر عن هذا الموضوع، فخليكم معنا رجاء مشاهدينا. راح بروح انا وانتم سريعا 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 لجوله منوعه واخبار منوعه، بنبلشها مع الاخبار الصحيه لنرجع لعنوان حلقتنا اكيد اليوم. اخبارنا الصحيه اليوم راح بتبلش مع شيء بيلزق فينا بهذا الفصل، خصوصا انه نحن داخلين على فصل الربيع. كثير كانت تصير معي انه انا انقرص من القرصه، اقول اشمعنى يعني كل اللي بالبيت ما بينقرصوا الا انا اللي بنقرص؟ طلع هذا الحكي في له تفسير. خلينا نشوف اول خبر معنا شو بيقول. اوكي، هل بحبك البعوض؟ هيك كان عنوان الخبر. هلا نحن بالصيف كثير بنحب القعده برا وكثير معرضين للقارس، لكن حمايه نفسك من البعوض لا يحميك فقط من الحكه بل يخفف من احتمال التسبب بعدد كبير من الامراض التي ينقلها البعوض كالحمى الصفراء والملاريا وفيروس حمى الضنك. تقدر الإحصاءات أن هناك ما بين 1 إلى 2 مليون نسمة في العالم بيموتوا من جراء الأمراض التي ينقلها البعوض، ومن أهم هاي الأمراض مثل ما حكينا الملاريا. يعني الموضوع مش موضوع قرصة وحكة، ديروا بالكم. الحقيقة أن جميع المنتجات الطاردة للبعوض تحتوي على مادة الديت التي علينا استخدامها بحذر، فعدد كبير من الدراسات أظهرت أن هذه المادة مؤذية. بقول لك لحسن الحظ انه هناك الكثير من الحيل التي تبقي البعوض بعيدا عنك ولا تسبب لك التسمم الناتج عن المواد الكيميائيه. هلا البعوض بقول لك بيخطط لهجومه عن بعد 50 ياردا، تخيلوا طلع قناص. ينجذب البعوض لعدد من المركبات الكيميائيه التي يمكنه استكشافها عن بعد 50 ياردا. الذكور من البعوض لا يهمها الدم اما الاناث، فعندهم قصة ثانية، إذ تكون عطشة إلى البروتين والحديد الموجود في دمك لإنتاج البيض الخاص بها. لقد بين العلم أن البعوض ينجذب إلى ما يلي. ليش البعوض بيختار إنسان دونا عن التالي؟ في شيء بيجذبه بهذا الإنسان. شو هي هاي الأشياء؟ واحد، البكتيريا، لأنه يعيش تريليون من الميكروبات على بشرتنا وهي التي بتطلع لنا الريحة اللي بتطلع من الجسم، وعليه البعوض بيصير بحب هذا الإنسان اللي عنده بكتيريا أكثر. البعوض بحب المركبات الكيميائية لأنه هناك 277 من الروائح التي تخرج من يد الشخص، وهاي الروائح بتجذب البعوض. وبعض ما يفضله البعوض من مواد هي الحمض اللبني، الأمونيا والأسيد وكثير اشياء ثانيه. عشان هيك البعوض بيروح عند الناس يلي عندهم المركبات الكيميائيه اللي بتطلع ريحه خاصه بهدول الناس على ايديهم. البعوض ايضا بحب الناس على ما يبدو يلي مش كثير مهتمه بالنظافه الشخصيه، لانه البعوض بيهتم او بينجذب لريحه الانسان القديمه، يعني الريحه اللي الانسان تطلع له ريحه وله يوم يومين ثلاثه ما تحمم وهي الريحه بتصير قديمه، فالبعوض بينجذب لهي الروائح. عشان هيك نحن هلا عرفنا ليش البعوض بيقرص ناس معينه وبيترك الناس الباقيين، لانه هو في اشياء معينه في جسم الانسان هاي الاشياء بتجذب البعوض فبيروح على هدول الاشخاص. وفي جولتنا المنوعة مشاهدينا ما زلنا مستمرين ومن خبرنا الصحي، وأكيد أن اليوم نسيت أذكركم صحيح لما بدكم تحكون على الأرقام يلي عم تظهر على الشاشة، في عنا رقمين من داخل العراق ورقم انترناشنال لتحكونا من خارج العراق. تحكوا وبتسمعونا من التليفون ما بتسمعونا من التلفزيون عشان يكون الصوت واضح كتير، وبليز بليز بليز لما بتحكوا معنا كونوا بمنطقة فيها إرسال. الاتصالات رح تضلها شغالة لحد ما يفوت معنا ضيفنا، أكيد برضو اتصالاتكم رح تبقى شغالة، بس قصدي الاتصالات والمشاركات رح باخذها حتى وأنا عم بحكي عن الأخبار المنوعة في هاي الجولة في الصحافة الإلكترونية. وسؤالنا هو
أو مش سؤالنا، عنوان الحلقة لليوم احترام المعلم في الصف، شو هي القواعد والأساسيات اللي لازم نحن نتعامل فيها لحتى الطالب يحترم المعلم بغض النظر حبه ما حبه، عجبت الحصة ما عجبت الحصة، لكن هذا معلم. ومن علمني حرفا كنت له عبدا، فهذا هو عنوان حلقتنا لليوم. هلا انا وانتم مشاهدينا على السريع رح نروح نشوف 10 حواجز في حياتك تمنعك من انك توصل لحلمك، شو هي هاي الحواجز؟ خلونا نشوف. رجعنا لكم مشاهدينا من مشاغبة الطلاب في الصف، واسمحوا لي انا وانتم نقول اهلا وسهلا بالاستاذ عماد سلامات. سلامات، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. يعطيك الف عافيه. الاستاذ عماد بتعرفنا بحالك اكثر بمجال التدريس. عماد السلامات، حاصل على ماجستير في اساليب تدريس والمناهج وتحليل المحتوى. نعم. لي 20 سنه في قطاع التربيه والتعليم. ما شاء الله عليك. ويعني قمنا بكثير من الممارسات ولاحظنا كثير من الملاحظات اثناء التعليم وفيما يخص برنامج كل يوم. لكن بداية بدي أشكر القناة سامراء. شكرا لك على الاستضافة، وأشكرك أنت وجميع الجنود المجهولين اللي قاموا على إنتاج هذا العمل، فشكرا لهم جميعا. شكرا كلك. وفيما يخص احترام المعلم، يعني إذا جينا إحنا الرسالة السماوية الأساسية التي بدأت في النزول على الرسول عليه الصلاة والسلام، التي بدأت بإقرأ. صحيح. وعلم الإنسان ما لم يعلم. صحيح. علم الإنسان، كلها أساسها التعليم. نعم صحيح. إذن هي رسالة سماوية، يعني جاءت بوحي من رب العالمين للرسول. نعم. عليه الصلاة والسلام. صحيح. فهي رسالة مقدسة. نعم. فالرسول أول معلم، كما ذكرت حضرتك أنه في قول أمير الشعراء. نعم. كاد المعلم أن يكون بالضبط كاد المعلم أن يكون رسولا. فهذا أجدر بنا أن نحترم المعلم. وطبعا هذا الكلام موجه للأجيال الحالية، لأنه الجديدة. نعم. الجيل القديم منذ الأزل يعني يحترم المعلم، حتى في الحضارات القديمة وفي التاريخ الإسلامي وفي حتى عصور في أوروبا وفي الثقافة الصينية، كلها أساسها في احترام المعلم، أي أن المعلم هو محور العملية التعليمية. فهذا كلام موجه للطلبة بالأيام هاي، خاصة بعمر معين، يعني صحيح. هو سن المراهقة اللي موجود لدى الطلبة. صعب كتير هاي المرحلة أستاذ عماد، إنك تتعلم مع صبي كبر شايف إنه هو صار شاب أو صار رجال، ممنوع حدا يحكي معاه، ممنوع حدا يعلي صوته عليه، ممنوع حدا يحكي معاه بصيغة. نعم. الأمر. نعم صح. كيف أنتوا هو أنا إحنا شوي سبقنا، كان لازم نحكي عنك أكثر كبدايات، لكن كيف أنتوا ممكن تتعاملوا مع هذول الطلاب؟ طبيعة التعامل مع هذا النوع من الطلاب، أهم شيء فهم المعلم لهذه المرحلة فسيولوجيا ونفسيا. صحيح. لأنه إذا قدر يفهمه بده يقوم بعملية ما يسمى بسياسة الاحتواء، يعني بده يكون عند المعلم ثبات انفعالي، أنه مش أنا الطالب ند إلي وهو أنا ند له، أي أنه المعلم بده يكون هو الأفضل في قدرته على عدم خلينا نقول الاستفزاز. صحيح. في قدرته على نظرة أنه بتعامل مع عدد من الطلاب، كل طالب جاي من بيت في بيئة شكل. صحيح. في وعي معين ما بين الأهل، بيختلف من طالب لطالب، فالمعلم بده يكون عنده قدرة على التمييز والمشي على خط واحد. وهي بحاجة من المعلم أول شيء أنه يكون مؤهل. نعم. وهذا طبعا بعلمه ودراسته النفسية. نعم. لهذه المرحلة طبيعي. اثنين، بده يكون عنده القدرة على إيصال المعلومة، حتى يعني الرسالة. نعم. هي عبارة عن مرسل ومستقبل. صحيح. إذا كان عنده قدرة لتوصيل الرسالة للمستقبل. ثالث إشي، بده يكون المعلم مرن، يعني لا هو شديد ولا هو ما يسمى نقول ما يكون مايع يعني مايع، انه بمشي وخلاص. فتوصيل المعلومه بده نوع من الابتسامه. نعم. مع الطالب، وهذا الطريقه تؤدي انه الطالب ممكن. صح. مع الوقت
يحب المعلم ويتساعد معه ويتعاون معه. يعني إذا حكيت شغلة كتير حلوة إنه يوصل المعلومة للطالب مع الابتسامة، يعني يحسس الطالب إن أنا صديقك، أنا مو جاي بس بدي أعاقب وبس بدي أخصم علامات وبس بدي، لا الحلو إنه المعلم يحتوي الطلاب أكيد. طب هلا نحن عشان شوي ما نتشتت أنا بدي أبلش كبدايات معك فضل. حضرتك ألف لا بأس عليك، فقدت نظرك بسن ال 15. نعم كانت صعبة عليك إنه أنت تكمل دراستك، إلا أنه الحمد لله التطور التكنولوجي له فوائده وله سلبياته، لكن أنت قدرت أنك تكمل دراستك. إذا بتحكي لنا عن مراحل الدراسة الخاصة. أصلي أنا لما فقدت بصري كنت تقريبا عمري 15 سنة، وبكون في نقلة نفسية ما بين أن الواحد كان مبصر وروح ويجي، خاصة يعني كنت في المرحلة اللي بنحكي عنها اللي هي مرحلة الشباب والمراهقة هاي، فالواحد بده يروح بده يجي بده يتحرك. فالآن أنت تحولت لإنسان كفيف مقيد نوعا ما، مقيد تقريبا. كانت البداية أول شيء صعبة الانتقال للمرحلة النفسية، بس كان لأهلي الدور الكثير، الوالد والوالدة خاصة أنهم يعني هم متعلمين وفي قطاع التربية والتعليم أساسا. والدي ووالدتي متقاعدين من التربية والتعليم، فعاونوني من حيث الدعم النفسي. ثانيا أنه ركزوا على موضوع أني أستمر بالدراسة، فكان على دورنا ما في مجال للدراسة إلا عن طريق تسجيل الأشرطة. ما كان في إشي زي الأيام هاي الموجود اللي ممكن نحكي عنه كمان شوي. فكانت فيها نوع من الإرهاق، كانت والدتي هي تسجل الأشرطة. تخيلي أنتوا عدد من الكتب بده يكون كم هاي الأشرطة، بده يكون عندك قدرة توصل للشريط اللي بدك إياه للمعلومات، مش زي المبصر بقلب الكتاب حتى يوصل المعلومة بسهولة. صحيح. مشت معاي الأمور والحمد لله كملت توجيهي وحصلت على معدل 90 ما شاء الله، واستمريت في الجامعة برضو على قراءة الأشرطة. كوني كفيف من على كبر ما تعلمت نظام بريل إلا بالمستقبل، فما كنت سريع فيه بشكل، فاستمرت على قراءة الأشرطة. وبتذكر أنه إحنا في الجامعة قمنا كمكفوفين بتأسيس مكتبة ناطقة، يعني أي واحد عنده أشرطة مسجلة يحطهن لغيره. حلو. لما تكون عندنا مكتبة ناطقة طبعا كنا نكتب عليها ببريل، الطالب اللي بده اياه اي كتاب مسجل. حلو. لما تكون هذا النوع من خلينا نقول النظام الصوتي المفيد للطلاب. نعم جميل. بعدين صار عندنا فتح جديد تعلمنا بعد ما كملت الماجستير، دخلنا على قطاع الكمبيوتر. الكمبيوتر اللي هو البرامج الصوتيه. نعم البرامج الصوتيه هاي احنا بالنسبه لنا مكفوفين كان الكمبيوتر شيء مبهم. صحيح. تسمع ناس تعلمون مع الكمبيوتر، وأنا بتذكر إني كنت أنا شفت الكمبيوتر وأنا مبصر، بس كان بالنسبة لي يعني كيف بدي أشتغل عليه، ما في مجال. صحيح. هذا جهاز بالنسبة لك جهاز صامت. نعم. لما بدأت البرامج الناطقة بالوصول إلنا تعاملنا مع الكمبيوتر بسهولة، طبعا تعلمنا من الأقدر منا على هذا الموضوع. نعم. حلو. ودخلنا دورات وكذا من هذا. جميل الدور. جميل يعطيك ألف عافية. الله وأبدعت وفعلا الأم مدرسة يعني. الله يعطيها ألف عافية بالصحة إن شاء الله. الله مشاهدينا مكملين نحن وأنتم وموضوع حلقتنا مع الأستاذ عماد هو احترام المعلم داخل الصف. كانت هذه نبذة سريعة عن حياة الأستاذ عماد، وهلأ رح نفوت أكثر أو نخوض أكثر موضوعنا هو احترام المعلم داخل الصف، شو هي الأساليب المتبعة من المعلم لحتى يحتوي الطلاب أكثر. اتصالاتكم يا على الأرقام يلي عم تظهر على الشاشة، رجاء وقت تحكونا اسمعونا من التليفون نص صوت التلفزيون، إذا في مشاركات أعطوني إياها بليز. أستاذ عماد خلينا نحكي هلأ عن احترام المعلم داخل الصف. حضرتك أنت بالهيئة التدريسية ولا بالإدارة؟ لا أنا كنت فترة قصيرة في الهيئة التدريسية، لكن الآن في الإدارة في قطاع المكتبة والإذاعة المدرسية والإدارة وما إلى ذلك. نعم. طب قديه الأهل لهم دور في إنهم هم يكونوا أو يشتغلوا أكثر على تربية الولد؟ كثير مثلا بيجيك أوقات الولد بيقول لك أنت كيف تحكي معي بهالطريقة، ما بتعرف أنا ابن مين، أو أنا بجيب لك والدي، وفعلا بيجي الوالد وبدافع عن الابن بدون ما يعرف ابنه بشو غلطان. ملاحظة لاحظتها ستنا أنا فيما يخص هذا الباب، أول شيء الأهل هم الأساس في تربية هذا الوعي عند الطالب منذ الصغر. إذا تعلم الطالب يحترم أبوه وأمه مع الوقت راح يحترم المعلم، طبعا هذا بدعم من الأب والأم. نعم. ليش؟ لأنه دخل على الطالب الأيام هاي الجيل هذا دخل عليه مداخل كثيرة، كان زمان الطالب هو فيش أمامه إلا الكتاب واللعب خلينا نقول في الحارة. صح. هسه
باب العولمة دخلوا مداخل كثيرة، صار يشوف ثقافات أخرى وحضارات أخرى والحرية ويسمع عن الحرية وكذا، انبنى عنده بناء كامل فيما يخص خلينا نقول وعيه وقدرته أنه هو بنفسه ممكن يتصرف بنفسه ممكن. ففكرة الاحترام المعلم ذهبت من أنه ممكن أنا أتعلم لحالي بما هو موجود من حيث الإنترنت ومن حيث الأمور هاي كلها. فهذا أدى إلى أنه الطالب الأهل أساساً لازم يقوموا بأنهم يكونوا قادرين على تطويع هذه العولمة بحيث أنه يستفيد منها الطالب إيجاباً لا سلباً. بس أنا مش عم بحس أنه هذا اللي عم بصير، يعني أنا اللي عم بلاحظه هلأ التراجع اللي مو طبيعي عند الطلاب. بتلاقي ابن الرابع والخامس والسادس عنده مدرس خصوصي، يعني نحن كنا يا دوب لنوصل التوجيهي لحتى مثلا اهل لينا يجيبونا مدرس خصوصي فعلا، ما بنحتاج فعلا. لكن هلا الاتكال او خلينا نقول انه التكاسل عند الاهل انه ما بدهم يتابعوا دراسه اولادهم فبيجيبوا لهم دروس خصوصيه. يعني معقول واحد بالصف الرابع خلينا نقول عنده او بالصف السادس بصف عنده مدرس خصوصي حتى لمواد عادية، مش ضروري يكون رياضيات أو إنجليزي. ممكن يعني أنا مر علي ناس ممكن يدرس مواد دينية وهي مش بحاجة، أو تاريخ مثلا مش بحاجة لمدرس، صحيح مش بحاجة لشرح. هي ستي مهابة اللي أدى للشيء هذا، خلينا نقول نوع من أنواع الراحة في العيش، التنمية صارت عالية بين الناس، فالإنسان متريح. فالطالب عندنا بطل يهتم أهله من هو صغير أنه يقرأ كتاب، دائما على هالتلفزيون، دائما على الانترنت، دائما مع الايباد، دائما مع التليفونات. ايش بنواجهه في المدارس انه اطفال صغار مع ايباد ومع تليفون وفي مشكله انه يعني الان انا خلص اي شيء بفوت على جوجل وبطلع انتهى الموضوع، ما في عندي مشكله. غير هيك لاحظت شغله انا انه الاهل خلينا نقول والله تقريبا يعني اللي انا لاحظته في قطاع التدريس، الاهل الاكاديميين احنا اللي بنواجه معهم مشكله. ليش؟ لأنه بكون خلينا نقول أبوه دكتور أو أبوه محامي أو أبوه كذا، هذا بده بقول لا أنا ابني لا خلينا نقول لا تستفزه، لا لا تضايقه، لا تسيء له، لا لأنه إيش ما بيهتموا بموضوع إنه ابني بده يتعلم. لكن الملاحظة لاحظتها إنه خلينا نقول الغير أكاديميين اللي هم أهل الصنعة الصناعية مثلا بده يعوض هذا الشيء. فبقول أنا ابني شو ما بدكوا اعملوا، أهم شيء يتعلم وإذا علاماته نزلت بلغوني. وإذا فبتلاقي حلو. زياراتهم أكثر هم أو الأمهات أو الآباء. أما الأكاديمي في الغالب بيكون دكتور بجامعة بيجي يقولك لا أنا ابني ليش تستفزه، أنا ابني ليش مش عارف إيه. طب وانت ابنك اساسا هذا الشيء انت ربيت فيه انه تحصيله يكون سيء. صحيح صحيح. طيب خلينا ناخذ اتصال من صديقنا محمود ابو البلح. تفضل يا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. تفضل. تحياتنا للاستاذ الضيف الحلقه اليوم، تحياتنا له وحبنا واحترامنا له. الله يحييك. طبعا اليوم عنوان الحلقه حول احترام المعلم. نعم. المعلم يجب ان يكون الطالب مو بس بداخل الصف، داخل الصف وخارج الصف. صحيح. يعني اصبح الان التعليم بصوره مو صحيحه، يعني عندنا احنا يعني عندنا احنا كمدينه مدينه ساوى ما انا بسولف عليها، يعني بصوره التعليم احترام لا بداخل الصف ولا بخارج الصف. يعني احنا قبل ذاك اليوم كنتم مستضيفين بعنوان حلقه الفصول جيل الطيبين. نعم. الطالب اصبح قبل جيل الطيبين احترام، يعني حتى اذا ابوي يسولف لنا يقول كنا اذا نشوف المعلم بهذا الشارع احنا وقتا نطلع من الشارع ما نطلع. صحيح صحيح. قدام المعلم وما يحترمه وشغلات اخرى كثيره وكثيرات. نعم نعم صحيح صحيح. درر يا محمود ابو البلح يعطيك الف عافيه. صديقنا محمود حكى شغله كثير حلوه. هلا نحن قبل حلقتين بس عشان تكون بالصوره استاذنا كنا عم نحكي عن الفرق بين هذا الجيل وجيل الطيبين ايام زمان، قديش كان الزمن حلو بهذيك الايام. نعم. فعلا اهالينا كانوا بيخبرونا لما كانوا يشوفوا الاستاذ وكانوا شايفين شيء كثير بخوفهم زي ما كانوا شايفين الوالد. الوالد طبعا بالزمن القديم في هيبه. نعم. هلا الاهالي بالرغم من كل التقصير اول ما يحسوا انه ابنهم مقصر بالمدرسه بحطوا الحق على المدرسه. بالضبط. بالضبط. ما ابنك ما خلى مدرسه الا انتقل عليها. صح. يعني انت بدك تحط الحق على ابنك انه هو يلي مش حاطط عقله براسه. يعني الاهل هم الاساس في هذا الموضوع. لكن بعتقد يمكن في ناس بيجوا بيقولوا لك اذا ابني غلط علمه. نعم صحيح. اقسى عليه. نعم صحيح.
نعم. المدرس في الحالة هاي تعرفي ما بواجه مشكلة مع هذا النوع من الأهل اللي بده ابنهم يتعلم. لأنه الابن خلص في ثقافته البيتية جاي بده يحترم المعلم. فتربط عنده احترام المعلم وتربط عنده حب العلم، حتى لو فيه نوع من الخوف. مرات الخوف لابد منه لهذا الجيل. نعم. حتى أنه يتمسك بهذا النوع من التعليم. لكن لما المعلمين بواجهوا مشكلة في النوع الثاني، لأنه بيعمل عنده نوع من الإحباط. أنا جايني هو ما بده يحترمني، ما بده يتعلم. بدي أضطر أتحمله، أتعامل معه قدر الإمكان. وزي ما قال ضيف متصلنا الكريم، إنه ما حيث داخل الصف وخارج الصف لازم يحترم. يعني صحيح. في بعض الطلبة بتعمد إنه خلينا نقول ممكن يسيء للمعلم. نعم. أو يتعمد إنه ما يحترمه. نعم. في خارج المدرسة أو إذا واجهه في مكان. لكن كثير من الجيل اللي خلينا نقول الحالي وأهلهم قلنا إنهم هم بحفزوهم لاحترام المعلم. نعم. إحنا بنشوفهم بعضهم ممكن أنت تركب في مواصلات تلاقي طالب في مناسبة يجي يسلم عليك يحترمك كذا. فهي إحنا نأخذ الصورة المبهجة هاي. حلو. ونعتبرها هي الأكثر. نعم. مع إنه إحنا بنواجه مشاكل بالنوع الثاني. نعم. أكيد. أنت قبل الهوى أستاذ عماد كنا نحكي أنا وياك عن شو ممكن تبتكر أسلوب لحتى تقرب الطالب لإلك أو تحبب الطالب لإلك كمعلم لمادة معينة. الأسلوب الأهم إنك تبني بينك وبينه جسر محبة. نعم. إذا بنيت بينك وبين الطالب جسر محبة، أنت حصلت على ما تريد، من حيث إنه أنت الآن في صف مدرسي عندك نوع من الطلاب. الطالب المؤدب هو مؤدب بطبعه، ما في عنده مشكلة. خلينا نقول اتفقنا إنه البيوت متنوعة في تربيتها. ممكن في بعض البيوت بدك تنتبه لبعض الطالب يكون عنده مش مؤدب، هو إنه تربيته في البيت في عنده مشاكل عائلية، في عنده كذا. تنعكس على تنعكس. فهذا المعلم بده ينتبه له هاي الأمور. نعم. الطالب المشاغب أنت ممكن هو عبارة عن المشاغبة، مش أنت تعتبرها نوع من الإساءة، تعتبرها عن نوع من الطاقة بدك تفرغها. صحيح. فمن كثير من الحالات أنت هذا الطالب ممكن أنت هنقول تسلمه منصب بحيث إنه يهتم. نعم. بشيء معين عند الطلاب. فهذا بيحترم. تبرز له شخصيته. بيحترم. نعم. منصبه. فبتلاقيه بهدى وبحاول يتساعد معك مع الوقت. جميل. يعني. نعم. هاي من ضمن الأساليب. نعم. من ضمن الأساليب الثانية إنه ما تكون أنت جامد في إلقائك للدرس أو التعليم. بشكل معين. نعم. يعني يكون عندك قدرة، وطبعا هذا طبعا بيرجع للمعلم في قراءته وتبحره في أساليب. نعم. التدريس. نعم. ما تكون فقط ملقي للمعلومة. يكون عندك مثلا أثناء الحصة نوع من النكتة، يكون عندك الطلاب لما أنت تحاور معهم بأسمائهم مثلا، ما حبا مش أنت مثلا أو كذا. نعم. غير هيك المادة نفسها اللي أنت بتلقيها أنت حاول تخفف، إذا كانت كثيرة خففها، بسطها حتى الطلاب. نعم. يتلقوها بشكل جميل. وأهم شيء زي ما قلنا أساس الشيء الابتسامة. نعم صحيح. أنا دائما بقولها هاي إنه الاحترام متبادل بغض النظر الأب وابنه، المدير وموظفه، الطالب. نعم. والأستاذ. نعم. يعني ما تتوقع من إذا أنت دائما بتتخانق مع الطالب أو بتقلل من قيمته إنه هو يجي يحترمك كأستاذ. لا مو غلط. لا لو بالضبط هو بمرحلة حساسة نوعا ما، احترمه عشان يحترمك. ودائما التوبيخ بينك وبينه بيكون أفضل. نعم. معنا مها على الاتصال. اهلا يا مها، كيفك؟ طيب فصل اتصال. انا اسف اني تاخرت عليك يا مها، اذا بترجع بتحكينا بليز. وعمار العبيدي رجعت لنا، اهلا وسهلا فيك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا فيك يا عمار. مساء الخير للضيف الغالي استاذنا الغالي. الله يحفظك استاذ عماد، عم يسمعك. الله سمحت بظهيرك. نعم شكرا كثير لك يا عمار. تحب تضيف شيء؟ طبعا. اي أيوة والله، يعني بس اقول لسه بس جيل هالوقت ليش يختلف عن الجيل السابق؟ يعني احنا بالعكس المدرسه هي تعلم الحنان، التعليم الصحيح، تعلم كل شيء، تعلم البيت مثل المدرسه والمدرسه مثل البيت. بس ما اثرت لسه جيلنا اختلف عن السابق. يعني زوجتي صارت يعني وهي مدرسه مال يعني مال طلبه مال بنات، يعني تقول يختلف يعني لا اكو احترام، لا اكو تقدير، يعني لا اقدر تقول اطيح حاليا هن كبار يعني. صحيح. يعني ما نسب جيل الوقت يختلف عن جيل السابق. احنا كنا. نعم. في السابق وارد اطول عليكم، المديره مالتنا، المديره كانت تسد من الشارع مالتنا، نخاف نقوم نرجع، والله ابغى اخاف رئيس الوزراء نقوم نرجع في الخاف. صحيح. نحن. نعم. ورا الباب عم تشوفنا المديره،
هسه بالعكس اختلف الجيل يعني قام يحكون يسولف تليفونات بيناتهم ما عندك يعني ماكو اي احترام. تحياتي لاستاذنا الغالي تحياتي صراحه ضيعت. شكرا 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 كلك زو. انا بعتقد انه دائما احنا عندنا المشكله بالمدارس الخاصه اللي هي بيصرفوا الاهالي على الفصل مبلغ وقدره على اولادهم. لما بتيجي بتحكي انت مع شي طالب بقول لك انت ما بتعرف انا قديش دافع على ابني لحتى بتتعامل معه، فبيصير المدرس هو اللي بيخاف من الطالب وبده رضا الطالب عشان ما يخرب على المدرسه. نعم طالب بدفع بلاوي. معنا اتصال مين؟ اهلا يا مها رجعتي لنا، كيفك حبيبه قلبي؟ الحمد لله تمام. مشتاقين لك يا مها، ومعنا ضيفنا وعنوان حلقتنا لليوم احترام المعلم داخل الصف. شو رايك بعنوان حلقتنا؟ والله صراحه الكهرباء عندي مطفيه وما يعني ما سمع موضوع الحلقه كثير منيح. بسيطه حبيت تسلمي علينا يا مها. شكرا كثير حبيبه قلبي. بتحبي تحكي شيء؟ طبعا حبيت اسلم عليكم على الكادر، بحكي لك اني اشتقت لك كثير كثير. شكرا. وكمان اختي هلا عم تدرس درسنا وبتسلم عليك كثير. السلام. شكرا موفقه كثير. شكرا كثير لك يا مها. قولي لها ديري بالك على الاساتذه. نحن انا حكيتها سمعتني باول حلقه، يا ريت لو يرجع فينا الزمن لورا ارجع اسمع على النصائح اللي اعطوني اياها المعلمين. كنا طايشين نوعا ما، يا ريت لو برجع وبدرس اكثر وبجيب معدل اكثر، بس الواحد ما بحس. طيب هذا كلنا بنتمناه شيء، كلنا فعلا امنيه بنتمناها جميعا. نعم استاذ عماد ما شاء الله عليك. الله يسعدك يعني ما شاء الله ما شاء الله عم بتنمي جوانب من حياتك لربما لحتى تعمل توازن في حياتك، فقدت بصرك لكن عم بتنمي اشياء كثير موجوده عندك. ما شاء الله في ناس كثير مبصرين لكن للاسف ما تركوا ولا اي بصمه في حياتهم. حضرتك انا متاكده انك انت تركت بصمه في المدرسه اللي انت بتشتغل فيها، يعطيك الف عافيه واكيد طلابك سعيدين فيك وراح احضروا الحلقة على اليوتيوب وأكيد سعيدين فيك. إيش بتحب تحكي للمعلمين يلي هلأ هم بهذا الجيل عم بيعانوا من التعامل مع هذا الجيل؟ والله بحب أول شيء أكن لهم كل الاحترام والتقدير، كل المعلمين في كل مكان في العالم، لأنه المعلم الأيام هاي بيعاني كثير من المعاناة حتى يتمم هالرسالة. صح. اللي تلقاها أساسا من السماء. نعم. ف يعني بدعو ربنا يقويهم يا رب. وإن شاء الله يكونوا قادرين على تتميم عمليتهم من حيث التربية والتعليم للطلاب. نعم والتربية سبقت التعليم. نعم. بالمسمى. نعم. إذا ملاحظ أنه التربية والتعليم. تجيب التعليم لكن مش دائما التعليم. نعم. ممكن هي العلم التربية. والأخلاق إذا. نعم. أنت بثيت الأخلاق أحب الطالب العلم. صحيح. أو صحيح. الناس كلهم. صحيح. نأخذ اتصال من نسرين. أهلا وسهلا فيك يا نسرين. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي يا نسرين. حبيت اشارك بالموضوع اليوم كلش مهم. رجاء تفضلي. الو معك يا نسرين وانت على الهواء، تفضلي. انا حبيت اشارك بالموضوع كلش مهم اليوم الموضوع. تفضلي يا نسرين سامعينك. والله عندي ابني الصف الثاني. اوكي. ودا يعاني من جسمه من شغله المعلم، يعني المعلم دا يضربه بالصف وهو بالصف الثاني، حتى قام يخاف يروح للمدرسه. اوكي، نسرين حبيب. نعم حبيبتي تفضلي. دا نروح نحكي وياه نقول له يا لا تضرب الطفل دا يخاف، يعني حتى لو هو حافظ انت حاول يعني مثل سياسه تحكي وياه ما يرضى، يعني يقول انا والله حاملون وواهبون يعني قاعد اضربه. طيب حبيبتي نسرين شكرا كثير لك. اسمعينا من التلفزيون عشان ما نطول عليك على الاتصال، بس عمر هي هو ابنها بالصف الثاني الابتدائي يعني صغير. اوكي نعم ابنها لا هو انا عشان الصف يعني ابنها بالصف الثاني الابتدائي. هلا نحن عشان نكون واقعيين عشان نكون منطقيين طبعا الكراهيه من الطرفين، العنف ممكن يكون من الطرفين. نعم. مثل نعم. ما في استاذ بيعاني من طلابه كمان في طلاب بيعاني من الاساتذه. اكيد طبعا اسلوب طبعًا جامد طبعًا اسلوب طبعا طبعا يعني توبيخ. فالواضح انه ابنها خلينا نقول معاه حق. اول شيء الولد بالصف الثاني صعب انه يمثل، ثاني شيء الولد عم بيخاف بما انه وصل لمرحله انه يخاف يروح المدرسه، فبعتقد انه كلام الولد صادق انه هو بيخاف أكيد من استاذه. اكيد لانه هون بالحاله هاي بده يكون تلقى نوع من العقاب وصلوا للخوف، هذا زي ما انت تعاقب ابنك ويخاف منك. فبالحاله هاي احنا ابدا مش مع الضرب كاسلوب لتقويم السلوك. نعم تقويم. عندك التعزيز الايجابي وعندك التعزيز السلبي، انت ممكن تساعده على انه
يقوم هذا السلوك حتى لو كان مشاغب، حتى لو كان عنده طاقة زايدة، حتى لو كان ما حل واجبه بطرق غير الضرب. فإحنا صحيح. مش مع الضرب، لأنه القانون يعاقب على الضرب. طبعا القانون الضرب ممنوع أساسا. نعم ضرب ممنوع أساسا بأي حالة من الأحوال. هو أصلا لما بيضربه ما بيجبر الطالب أنه يحترمه، بل هو بيجبره أنه يخاف منه. بالزبط. يعني ما بالزبط. وصلنا للنقطة المهمة اللي هو الاحترام. يعني زي ما أقوله المعلم اللي بوصل لمرحلة أنه يضرب، هاي حيلة اللي ما عنده شيء يتمم عليه. يعني برضو زي ما قلنا نعم. إحنا في طلاب مش خلينا نقول متممين للعملية اللي عنده، برضو في معلم مش مؤهل تأهيل كامل. نعم صحيح صحيح. آخر اتصال معنا بحلقة اليوم، أبو عبد الله أهلا وسهلا فيك. السلام عليكم وعلى ضيفكم الكريم وعلى جميع مشاهدين القناة. الله يحييك. وعليكم الله السلام، أهلا وسهلا فيك، تفضل. أختي الكريمة، بالنسبة للمعلم إلى فضل علينا صحيح كبير، لكن لا ننسى إنه زكاة العلم هو التعليم. نعم نعم، ولا ننسى المعلم ايضا عليه واجب هو التعليم. طبعا 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 نعم. والدور الاهم، يرجع الى الام اللي هي صحيح. اللي هي مدرسه صحيح. مدرسه عدد الشعب الطيب العربي. نعم هي اللبنه الاولى للمجتمع واللبنه الاولى للطالب. صحيح صحيح. يعطيك ألف عافية أبو عبد الله. مثل ما حكينا بداية الحلقة، أول دروس بيتلقاها الإنسان هو من بيته، أكيد من المدرسة اللي هي داخل بيته أكيد. ومثل ما قال أبو عبد الله، الدور الأهم بيرجع للبيت للأم. الأم هي الأساس. نعم نعم. أستاذ عماد، يعني حكيت لنا أنت اليوم عن طرق وأساليب ممكن يتبعها المعلم لحتى يحتوي طلابه ويحبهم أكثر، وأنت حضرتك ما شاء الله عليك ركزت على موضوع الشخصية ودراسة الطلاب يلي قدامك. قلت لي إذا الطالب عنده حب لإبراز حاله، بده يبرز حاله بالصف، بده يعمل حاله، تعطيه هذه القدرة وهذه الطاقة، بتحطه بالمكان المناسب، بتحول أسلوبه السلبي لأسلوب إيجابي. نعم ممكن تحطه عريف على الصف مثلاً. عريف على الصف، ممكن تحطه يساعدك في تفتيش على الواجب مثلا. بالضبط، هي هيك بتنمي له شخصيته. هاي طريقة من ضمن الطريقة اللي كان من ضمن الطرق كمان، إنه الطالب أنا بكون عندي دفتر مثلا، كل ما أنت كنت أهدى من قبل بزيد لك علامة، مش ضروري الامتحان والواجب. نعم ممكن أنا أحط لك علامة على أخلاقك من ضمن علامات المشاركة. حلو، فهذا بتحفز الطالب. غير هيك نعم. إن تعاملك مع الطالب المعلم، يعني خلينا نقول ما يكون عنده ازدواج بالشخصية. نعم. بالصف شكل وبرا شكل لا أنت حتى لو لقيت الطالب برا لازم تعاملك معه نفسه داخل الصف. حلو. السلام الاحترام. نعم. هذا الشيء بيؤدي إنه الطالب يحبك حتى وين ما يشوفك. نعم. وهاي هذا الشيء بنتشر بين الطلاب مع الوقت يعني. نعم صحيح. حضرتك في عندك رسالة، أنا إن شاء الله أني على ثقة أنك أنت عم بتوصل رسالتك بالطريقة الصحيحة، وحبيت تحكي عن هاي الرسالة معنا ببرنامجنا على الهواء. شكرا كثير لك أستاذ لكم. عماد بتحب تحكي شيء بنهاية حلقتنا؟ إحنا للأسف يعني الحديث معك جدا رائع، نتمنى لو إحنا معنا أكثر من ساعة، لكن وصلنا للدقائق الأخيرة. لا والله ستي، أنا أول شيء أشكركم، أنا اللي استفدت من جلستكم الطيبة. شكرا. وشاكركم على هذا اللقاء. نعم. وبتمنى أنه تكرروا هذا النوع من البرامج، لأنه فعلا نعم. بحاجة لبناء الوعي عند الطلبة للوصول لاحترام المعلم. صحيح. وشكرا لكم. شكرا لك، يعطيك الف عافيه، ان شاء الله ما نكون غلبناك اليوم بجيتك. شكرا للمدام يلي رافقتك. يعطيك الف عافيه، بنتمنى انك تضلك ماشي على نفس المنهاج بالتعامل مع الطلاب، وبنتمنى انه الكل يكون، انا مني وعلي انا متاكده انه الكل اللي سمعنا استفاد. يعطيك الف عافيه مشاهدينا. يعني احترام الاستاذ او المعلم داخل الصف واجب، لكن هذا لا يعني ان يتعدى المعلم على الطلاب، لكن هو المفروض يكون احترام متبادل، لكن بضل اسمه معلم، يعني هو جاي ليعلمك وليزيدك علم وليعطيك معلومات من عنده. شكرا، بتمنى انه يكون عنوان حلقتنا ومحتواها ان شاء الله انه عجبكم. شكرا كثير استاذ عماد. شكرا ايضا. شكرا لك، الله يسعدك. يعطيك الله. الف عافيه الله، وان شاء الله انك من المنيح للاحسن بحياتك العمليه والعلميه. الله يسعدك. شكرا. يعطيك الف عافيه. شكرا مشاهدينا، بكره حلقه جديده مع انا ياسمين خريش، الى اللقاء.